احنا بقى شوية ايه، ناخد مانشيتات مع بعض سريعا كده عشان وقتنا يكفي. يعني 19 اكتوبر من الجمهورية، اكبر معارك الدبابات في التاريخ. احنا معانا دلوقتي الاخبار كمان على الهواء، قواتنا تتقدم وتأسر وترد الهجوم المضاد. ده من الاخبار. على فكرة الاخبار كان رئيس تحرير وقتها الاستاذ احسان عبد حسن القدوس. عبد القدوس. طبعا زي ما بقول لحضرتك هم كانوا يعني عمالقه رؤساء التحرير في الوقت طبعا ده، وقدروا لا، ان هم وحسين عبد القدوس كان حسن وراه اصلا كتيبة التبعي بالظبط، وموسى صبري، يعني ويعني هي يعني كان انا بعتبرهم مجموعات قتاليه كانت صح. موجوده جوه الصحف، ان هو يقدروا يعبروا بالبلد برضو هذه الازمه. طبعا احنا المعارك الدبابات، ودي كانت من اكبر معارك الدبابات اللي كانت على يعني على مستوى العالم ككل، يعني معركه الدبابات اللي تمت في وسط سيناء، ودي كان اثبتت فيها القوات المسلحه المصريه والجندي المصري انه قادر على يعني قهر المستحيل زي ما بيقولوا بشكل غير طبيعي. احنا لازم نرجع لنقطة مهمة جدا، الروح المعنوية القتالية اللي موجودة عند الجندي المصري طبعا دي كانت من اهم من معجزات الحرب دي، يعني معجزات الحرب دي الجندي المصري، وانه يقدر يتحمل كل هذه الضغوط كل السنوات دي كلها، وانه يعيد النصر ويعيد وتدريب. يعني احنا من 67 لغاية 73 الجنود في حالة تدريبات مكثفة يوميا عشان يقدروا ان هم يعبروا صح، وده اللي جولدا القناة قالته. بالظبط. يعني هو خلي بال حضرتك في نقطة، معلش أنا بطلع كده، لكن لازم نعرف إن الجندي المصري ده ملوش مثيل على مستوى العالم كله، يعني الجندي المصري ملوش أي مثيل ولا روح هو زي ما احنا ولا بنقول هو قاهر المستحيل، قهر المستحيل وده زي ما حضرتك كنت لسه بتقول من شوية، هو فكر إبداعي. بالظبط. يعني هو قدر ان هو يخلق لكل حاجة حل. أبسطهم كان بالنسبة له ان هو وقع خط بارليف بخراطيم بخراطيم مية، المياه، ده يعني مجرد فكر، ما هو ده واستلهمه باقي زكي يوسف منين؟ وقت بناء السد السد العالي. العالي. نشوف العنوان ده برضه، أخطر مواقع العدو يستسلم أمام صحافة العالم الأخبار، وده يعتبر برضه توثيق عشان المشككين بيقولوا لا، ده الفوز ما كانش من نصيب مصر. لا طبعا هو هم حاولوا يشككوا كتير وحاولوا يروجوا لأشياء كتير، عشان كده الرئيس أنور السادات كان في مجلس النواب وجاب قائد الجيش الثالث وقائد الجيش الثاني وسألهم عدة أسئلة، قال هل فعلا العدو قدر ان هو يحتل السويس زي ما كانوا بيقولوا او بيروجوا وقتها في وقت الحرب؟ فهو قال له لا، ما دخلوش السويس ومحدش قدر يدخل السويس ولا السويس ولا ولا الإسماعيلية إسماعيلية. ولا اي دولة ولا اي مدينة من مدن وفاكرين القناة. كل المواقع بأساميها، يعني كل حاجة فاكرينها، وفاكرين 39 قتال مجموعة إبراهيم مجموعة الرفاعي إبراهيم الرفاعي، الشهيد إبراهيم الرفاعي اللي اللي هي أدت شهيرة مجموعة الأشباح، بالظبط اللي ودي قدرت أدت اللي هي ترفع كمان الروح المعنوية للمقاتل المصري قبل ما يخوض حرب أكتوبر. بالظبط. وهو تاريخ الشهيد إبراهيم الرفاعي كان تاريخ مشرد جدا، من وقت العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 كان صحيح. ليه دور مهم جدا وأدوار بطولية كتيرة جدا في الحرب دي، قدرت إن هي يعني لو قعدنا نتكلم عن كل جزئية في الحرب دي طبعا. هناخد بس بما سنين اننا كاملة. خدنا في موضوع التشكيك شويه، نروح للاخبار برضو. اسرائيل بتعلن انها لا تستطيع الحرب بدون امريكا. جولدا مائير تقول للجنود الاسرائيليين: فقدنا الاصدقاء الا امريكا، فقبلنا ما كنا نرفضه. هي طبعا التحول بقى من اوهام الاسطوره الى الاذلال. هو ده كان هم كانوا بيروجوا لنفسهم زي ما قلنا في الحرب النفسية بعد 67، وكانوا بيقعدوا يضحكوا بموشى ديان، يضحك ويقول ان مصر قدامها 60 سنة او 50 سنة على اساس ان هي تقدر تعيد بناء نفسها مرة اخرى، ان خط برليف ده لو قنبلة ذرية وقعت عليه مش هيتهد، ان احنا كده مبسوطين قاعدين في سيناء مبسوطين، ودي ارضنا ودي هناخدها، واحنا كده راضيين باللي احنا فيه. وكانوا يطلعوا يستفزوا ايضا الجنود المصريين اللي موجودين على الضفه الشرقيه للقناه، وكل ده على اساس ان هم القوه التي لا تقهر، اسطوره الجيش الاسرائيلي. وكانوا بيقولوا مثلا على القوات الجويه بتاعتهم ان هي الذراع الطوله للجيش الاسرائيلي، وفي نظريه الامن الاسرائيلي ان هي في الحدود الامنه بالنسبه
لإسرائيل وإن هي قادرة على الحماية. كل ده من ضمن الحرب النفسية اتحطم في 6 ساعات بأول ضربة جوية.